مرحبا مشاهديتي نهما مع ام ايناس. اليوم غنحط معكم الحامض المرقد ولا الحامض المصير، ونتمنى من اللي باقي ما اشتركش معنا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش تقبل القناة وتعمل فائدة. نحتاج المقادير: الحامض الجهد اللي باغي تحضروه، ماء عادي، ملح بزيت، زيت المائدة، وقريعة فاش نحضروا الحامض ديالنا. وغادي نبداو على بركة الله. غناخدو الحامضة ديالنا، غادي نحلوها من الراس على 4 ديال الشقات ولا شقة واحدة إلا بغيتو تبقى عندكم الحامض مقسوم على جوج، وعلى حسب كي كتستعملو الحامض ديالكم، واش كتستعملو نص حامضة كاملة ولا ربع حامضة. صراحة أنا كنستعمل غير 4 حامضة، داكشي علاش غادي نقسمها على 4. ملي كنحلوها كنعمروها مزيان بالملحه، كنتاكدوا بانها عمرات مزيان بالملحه باش ما تفسدش لينا من الداخل. بعدها كنصطفوها في القريعه ديالنا وكنحاولوا نزيروها مزيان باش ملي كنصطفو القرعه مزيان بالحامض كنضيفو عليها الماء وكنزيدو عليها زيت جوج جوج معالق حتى ثلاثه. يمكن لكم تستعملوا زيت الزيتون ولا زيت المائده، انا هنا غنستعمل زيت المائده باش شكلينا طبقه عازله وما تكونوش عندنا دوك الفطريات اللي كيكونوا الفوق وتفسد لينا الحامض ديالنا. ونغطيو عليها مزيان ونخليوها جانبا. يمكن لينا نديروها في مكان مظلم في الكوزينة عندنا في البلاكار ولا شي بلاصة ما يدخلش ليها الضوء، ونخليوها من بعد نكملو بنفس الطريقة حتى نكملو كاع الحمض اللي عندنا، ونتلاقاو من بعد باش نوريكم الحمض فاش كيوجد. دابا غادي نحل معكم واحد القرعه صوبتها شحال هادي. كما كتلاحظوا هاي القرعه ديالنا، السطح ديالها نقي ما فيه لا فطريات لا صوفه لا والو، وكتكون نقيه كما سدينا عليها المره الاولى. كما كتشوفوا معايا الحمض ديالنا صراحة كيجي رائع، ما فيه لا مواد حافظة ولا منكهات لا والو، كيجي حسن من اللي كنشريه جاهز من الزنقة. نتفاداو ما أمكن نشريه. كما كتشوفوا هو سهل في التحضير ديالو، ما كيحتاج شي تقنية ولا شي مجهود كبير. كما كتشوفي كيجي رائع جدا. بنفس الطريقه تقريبا كنوجد كاع المخللات ديالي. كما كتشوفوا معايا هنايا، هنا عندي الفلفله الحاره، نفس الطريقه كنديرها للزيتون. هنايا عندي الحامض اللي عاد صوبنا، هذا صوبته شحال هادي. وهنايا عندي الفلفله الوان، كيجيو رائعين شكلا ومذاقا وبدون مواد حافظه ولا ملونات. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ديروا جيم وبارطاجيو مع احبابكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.